السلام عليكم. الحركة اللي قام بها كريستيانو رونالدو من بعد نهاية المباراة اللي جمعت ما بين الهلال السعودي والنصر السعودي، مباراة الجرات لا موسم الرياض أو كأس موسم الرياض، المباراة الرائعة والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل صفر. الحركة قام بها كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة تجاه الجماهير وتجاه شعار الهلال خلفت ردود غير واستياء لدى جماهير الهلال جماهير السعودية، على خلاف ما قام به ميسي. كذلك ميسي خلال المباراة التي جمعت انتر ميامي مع الهلال السعودي ومن بعد انتصار الهلال السعودي هدف مقابل 4 لصحيح الهلال، خرج ميسي وحي الجماهير جماهير الهلال وهي تقول بأنها تستفزه. في نظركم علاش كريستيانو رونالدو دار هذه الحركة؟ واش لأن المباراة كان يظن أنها تكون سهلة من بعد فوز النصر السعودي على انتر ميامي بستة مقابل صفر، أو لأن الهلال والنصر هي مقابلة ديربي ولا تقبل الجدل ولا تقبل الضحك؟ لكن أجي ندير واحد الإطلالة على المباراة وعلى الدورة ديال الرياض. كأس موسم الرياض جمع ثلاثة ديال الفرق اللي هي النصر السعودي، الهلال السعودي، وانتر ميامي من الولايات المتحدة الأمريكية. انتر ميامي كيلعب فيه مجموعة من اللاعبين امثال ليونيل ميسي، بوسكيتش، سواريج، جوردي ألبا والى غيره. الهلال السعودي كنعرفوا بان كيلعب فيه نيمار مصاب، وتيلعب فيه ياسين بونو، سليم الدوساري والى غيرهم كذلك من النجوم. والنصر السعودي كريستيانو رونالدو، تيليسكا، وكذلك ماني ديال السنغال. ثلاثة ديال المباريات كانت على شكل بطولة وعلى شكل إقصائيات. جرت المباراة الأولى جمعت ما بين الهلال السعودي والأنتر ميامي من الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت المباراة بأربعة مقابل ثلاثة. المباراة الثانية جمعت أنتر ميامي مع النصر السعودي وانتهت بفوز النصر السعودي بستة أهداف مقابل صفر. المباراة اللي ما كانش حضرها كريستيانو رونالدو كان مصاب وكان في المدرجات وما لعبش خلالها، ميسي كان جالس على دكة البدلاء. جرات المباريات عطتنا ثلاثة نقاط بالنسبة للفريق ديال النصر وثلاثة نقاط بالنسبة للهلال. فكانت المباراة الأخيرة واللي هي ديربي السعودية على أنها مباراة نهائي، كان ديربي نهائي. ما لاحظناه وما شفناه في هذه المباراة دي، لاحظنا كل الأشياء الجميلة، ملعب جميل، إضاءة جميلة في المملكة أرينا، الملعب الذي حط مجموعة من الأرقام القياسية، بني في 90 يوما، الملعب الأكثر إضاءة في العالم، الملعب الذي يشبه حلبة مصارعة. وبالمناسبة حضر المباراة النهائية عند رينتيكا اللي هو مصارع وكيصل الوزن دياله 140 كيلو والطول دياله مترين أو ما يقاربها، وهو لاعب مشهور في المصارعة الحرة الكاتش. ظهر من خلال البناية دي المملكة أرينا هذا الملعب الجميل، الملعب الكبير، الملعب الضخم اللي فيه مجموعة من الأشياء لا توجد في ملاعب أخرى. هذا الملعب هو عبارة عن قاعة، أظنه سيستعمل لقاعة مثل قاعة الحفلات، قاعة لإجراء مباريات المصارعة الحرة، واللي كنعرفوا الشغف ديال السعوديين بالمصارعة الحرة. نخليو هذا الجانب كامل ونمشيو للجانب ونمشيو للحركة اللي قام بها كريستيانو رونالدو اللي خلفت استياء لدى الجمهور السعودي، لدى الجمهور ديال الهلال، لدى الجماهير التي تحب ميسي ولا تحب استياء لدى أنصار ميسي وحتى أنصار كريستيانو رونالدو. الحركة اللي ما عجبتش الكثير وأسالت الكثير من المدد واللي غتكون رغم عندها عواقب ضد كريستيانو رونالدو، نشوفه توقف مباراة أو مباراتين أو غرامة مالية. لكن الحركة اللي قام بها على عكسه ضد كذلك الجماهير ديال الهلال ميسي الحركة، وهو يحيي خارجا من الملعب حي الجمهور ديال الهلال. فبدأ البعض يقارن ميسي مع كريستيانو من ناحية أخرى،
لأن دائما كنعرفوا بأن اللاعبين أو الأسطورتين الحيتين في عالم كرة القدم هي ميسي وكريستيانو رونالدو. كنعرفوا ما أتحفن به اللاعبين خصوصا لما كان يلعب أحدهما في برشلونة والآخر في ريال مدريد. كنا نشاهد كلاسيكو العالم من نوع آخر، كنا نشاهد مباريات بمستوى آخر. صراحة سنفتقد مثل هكذا لحظات في عالم كرة القدم بعد ذهاب كل من ميسي وكريستيانو إلى وجهات مختلفة. كان البعض قبلا يظن أن ميسي كذلك سيلتحق إما بالهلال أو الأهلي السعودي ليكون دائما ذاك الصراع الأبدي ما بين الأسطورتين الحيتين في عالم كرة القدم، وهم الفائزون بأكثر عدد من الكرات الذهبية. فصراحة خلف السياء كريستيانو رونالدو بتلك الحركة والتي سنعيدها كذلك، الحركة اللي خلفت واحد السياء كبير لدى محبين والعشاق ديال كريستيانو رونالدو، ما نهضروش كذلك على العشاق ديال والأنصار ديال ميسي اللي هما كيحبوا دائما يستفزوا كريستيانو رونالدو ويشوفوه بحال هكاك باش يتزادوا نقط بالنسبة لميسي. وميسي صراحة فاز بحب جماهير وقلوب الهلال، خصوصا وأنت خاسر أمام الفريق وتحيي الجمهور بهكذا تحية خلفت صدى جميل من بعد. لكن الصدى ديال الحركة ديال ميسي هي من بعد ما قام كريستيانو رونالدو بالحركة اللي ما عجبتش الجميع وما عجبتش نيشت أنا كذلك، أنا كذلك من أنصار ومن محبي وعشاق كريستيانو رونالدو، إلا أن كتبقى الأداب أشياء أخرى. لكن كذلك لكل احترام لميسي، وخصوصا ميسي عندما يلعب في منتخب الأرجنتين. إن كنا نشجع المنتخب الأرجنتيني منذ نعومة أطفالنا عندما كان يلعب فيها اللاعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، لاعب بكل المواصفات العالمية لكنه كان لاعبا مشاغبا، وهذه هي كرة القدم. لا بد من مثل هكذا حركات ومن مثل هكذا سقطات للاعبين، وكيبقى الإنسان إنسان، وكيبقى الإنسان ما يصومش الخطأ، ولكن يكون بهذا الشكل الخطأ كريستيانو رونالدو غير مقبول أمام عدسة الكاميرا، أمام عدسة الهواتف، عدسة التواصل الاجتماعي. المهم شوف كي درت خرجها، فكريستيانو رونالدو في مأزق. وصلت لهنا إخواني، عرفوا بأن الفيديو انتهى. كريستيانو رونالدو في مأزق بعد الحركة اللي قام بها أمام الجماهير ديال الهلال، الحركة اللي غتبع معنا إخواني أخواتي في هذا الفيديو. حركة ما عجبتش الجميع، ما عجبتش، أسالت الكثير من المداد وترى الضجة في عالم السوشيال ميديا.